السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نرسم مربع في برنامج سكراتش. اول حاجة اعملها ممكن يكون الكائن بتاعي دوت موجود مثلا في اي مكان، فانا عايز اقول له يبدأ من الزيرو زيرو، تمام؟ فهقول له ان انا عايز اروح للزيرو زيرو اهيت، واقول له خلي دي بزيرو وخلي دي بزيرو. طيب الكلام ده امتى؟ الكلام ده لما ادوس على العلم اللي هو جو، فهاجي هنا في الايفنتس واقول له لما ادوس على العلم بالشكل دوت. طيب دلوقتي عايز ابدا ارسم، فاختار هنا البن واقول له لما البن دوت بالشكل دوت. طيب بعد كده عايز اخلي اللون مثلا احمر، فهاجي هنا واقول له اختار اللون ده يكون لون احمر بالشكل دوت. طيب بعد كده ممكن السايز، عندي هنا السايز، خلي السايز باي رقم احنا عايزينه، وليكن مثلا 3. طيب ممكن يكون في حد رسم حاجه قبل كده او ممكن، فهقول له ريز اول، امسح لي كل اللي موجود او كبير بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى نبدا الحركه، انا عايز يتحرك يرسم خط وبعد كده خط تاني وبعد كده خط تالت وخط رابع، فهيبقى فيه تكرار. فعشان نسهل على نفسنا هقول له انا عايز اعمل تعمل لي ريبيت كم مره؟ 4 مرات. طيب ال4 مرات دول هيحصل فيهم ايه؟ اول حاجه هنعمل تيرن بزاويه 90، وعايز امشي موف بمسافة معينة ويكون مثلا 150. تعال نشوف رسمها لي هو. طيب انا حاسس ان هو رسمها صح مظبوط، بس سريع جدا، فممكن نخلي في مثلا ويت بين واحدة وواحدة. فين الويت؟ هنلاقيها بالشكل دوت. أول حاجة مسح، خطوة 2 3 4 بالشكل دوت.